نظمت الجمعية البحرينية للسكري مؤتمرا صحفيا حول استضافة مملكة البحرين لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة الذي سينعقد تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في 20 نوفمبر المقبل. ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والخبراء من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف مؤتمر السمنة والسكري إلى الشراكة بين صناع القرار في المناقشات حول السكري والسمنة وتعزيز البحث العلمي المتعلق بالدراسات المتخصصة بهذا المرض في مملكة البحرين، إلى جانب دعم العاملين بالمدارس لتحسين رعاية الأطفال المتعايشين مع السكري في البيئات التعليمية، إلى جانب زيادة الوعي وتثقيف الجمهور بهذا المرض. السكر هو عبارة عن نوع من يعني سببه نوع الحياة اللي يعيش الآدمي، إذا كان ما يمارس الرياضة وزنه أكبر ويأكل وايد معناته أنه ممكن يصاب بالسكر أكثر إذا كانوا معرض له. فالموضوع هي موضوع توعية الناس أنه والله أنه لازم يكون طريقة الحياة يكون فيها يعني توازن ما بين الأكل والحركة والحفاظ على الوزن بشكل طبيعي، فبهالطريقة ممكن الواحد يكون يتجنب الإصابة بالسكر. هذا المؤتمر يؤدي إلى زيادة الوعي ويسلط الضوء على أهمية الوقاية مرض السكر، ولذلك جاء الشعار بربطه بالسكري وجودة الحياة، لأن إحنا ممكن إذا اتبعنا أنماط الحياة الصحية نقي أنفسنا من الإصابة بالسكر. إحنا في المستشفيات الحكومية لدينا العديد من الخدمات اللي نقدمها للمرأة، منها في العيادات السكر وعيادات الغدد الصماء، ولكن لدينا عيادة الحوامل والتي تستقبل الحوامل اللي عندهم حمل من عالي الخطورة، ومنا اللي هو الإصابة بالسكر. عندنا 13% من النساء الحوامل يتم إدخالهم في السلمانية مصابات بالسكر، سواء أصلا عندهم سكر أو أصيبوا بحمل بالسكر أثناء الحمل.